خيسوس سيلفا، ياسين الصالحي، العديد من اللاعبين مع المدرب الفرنسي لوران بانيت. يا الله، جول! الهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول لصالح نادي الكويت عن طريق اللاعب فادي حمود الرشيدي قائد ومدافع نادي الكويت الذي يأتي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول. يضع نادي الكويت لاحظ الإعادة، تابع وبالعرض البطيء، لاحظ لاحظ، وأيضا يعني ضمن هذه المباراة وفي طريقة المدافعين بأيضا الخطأ الذي يستغل من المدافع حسين حاكم للمدافع الآخر فادي حمود الرشيدي الذي يضع نادي الكويت في المقدمة. يضع نادي الكويت في المقدمة، لاحظ الإعادة والهدف الأول لنادي الكويت على استاد علي صباح سالم بنادي النصر العربي أمام النصر. هنا محاولة، هنا جمعة، الله، جمعة سعيد يسعد نادي الكويت، يسعد نادي الكويت. اللاعب الإيفوري، الإيفوري يسجل، يسجل الإيفوري. جمعة سعيد يضع نادي الكويت وسط انهيار لنادي كاظمة. لاحظ الإعادة وبذكاء لجمعة سعيد اللاعب الإيفوري، لاحظ، لاحظ التسديدة والذكاء من هذا اللاعب، إمكانيات عالية للإيفوري. جمعة سعيد لاعب نادي السامية سابقا، لاعب الذي لعب للعين الإماراتي سابقا أيضا، يسجل الهدف الثاني لنادي مشاري. يغير تماما لسلطان صلبوخ الطرف الأيمن، محاولة سلطان، يمر، محاولة، يا الله، يا جول لفابيانو، باتريك فابيانو يقلص الفارق. لاحظ المشوار، لاحظ التقدم المميز من سلطان، سلطان صلبوخ، مهارات عالية، سرعة عالية، مهارات وسرعة ومجهود بدني عالي لهذا الأسمراني سلطان صلبوخ.